السبت 29/2 سيطرة المتظاهرين على ساحة الخناني بالكامل امتدادا إلى ساحة الوثبة. لا وثوانا ثاني الآن هم الصفات يا ماي الباوي هاي الآن ورا الصفات حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي وجدته قناة الرافدين لسماع أصواتكم، لسماع آرائكم، لسماع تحاليلكم، لسماع تعليقاتكم حول ما يحصل في العراق. تغطيتنا مستمرة فيما يخص ثورة تشرين، ثورة تشرين اللي انطلقت بأول من تشرين أول أكتوبر عام 2019 واللي ما زالت مستمرة واللي باكر راح تدخل بشهرها السادس. باكر 1 آذار، 1 آذار اللي الشباب دا يدعون به إلى مليونية جديدة، مليونية لدخول المنطقة الخضراء، علما أنه اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت المتظاهرين أنه يدخلون من جسور عديدة عدا جسر الرابط ما بين ساحة التحرير والطرف الآخر من الكرخ. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي ظهر قبل قليل في البرنامج بعد شارة البداية هو فيديو يبين مثل ما قال المصور اللي دا يصور الفيديو سيطرة المتظاهرين على ساحة الخلاني بشكل كامل بعد أن أصبحت الكثير من المواجهات بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية ومحاولة دخول القوات الأمنية إلى الساحة، حرق الخيم، ضرب المتظاهرين بشتى أنواع الأسلحة، بنادق صيد، صجم، قنابل دخانية، رصاص حي. أيضا حاول المتظاهرين وتمكنوا المتظاهرين من إسقاط الحواجز الكونكريتية، واللجنة المنظمة للتظاهرات ببيانها البارحة دعت إلى تشكيل كتائب من المتظاهرين، أو خلونا نقول فصائل من المتظاهرين تكون عندها زناجيل، عندها آلية لإسقاط الصبات لفتح الطرق أمام المتظاهرين لدخول المنطقة الخضراء. لكن أكو تعنت من الحكومة، أكو تعنت من الأحزاب، أكو تعنت من الكتل السياسية، أكو تعنت من الميليشيات اتجاه هذا الشعب. هذا الشعب اللي انظلم من يوم 9/4/2003 إلى يومنا هذا، من أول يوم وهو تاريخ الاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق 9/4 إلى هذا اليوم، الشعب العراقي يظلم. ظلم الشعب العراقي بقرارات الحاكم المدني بول بريمر، ظلم الشعب العراقي بقرارات الحكومات اللي تعاقبت الحكم المدني الأمريكي للعراق اللي كان يرأسه بول بريمر حتى يومنا هذا. أي رئيس وزراء إجا للعراق من إبراهيم الجعفري إلى حيدر العبادي وعادل عبد المهدي وهاي الحكومة اللي يريدون يشكلوها، ماكو حكومة جت إلى بغداد ترأست رئاسة الوزراء أثبتت عراقيتها، أثبتت حبها إلى الوطن، أثبتت أنه هي تشتغل من أجل هذا الشعب، تشتغل من أجل هذا الشعب اللي طالع على الظلم. هذا الشعب ما طلع لفراغ ولا طلع لأنه هو ناقم على الحكومة، لأنه هو شعب مترفه وشعب عايش في يعني مسرور الحال وعنده ميسورية عالية من المال وعنده وظائف وعنده رواتب وحالة حال أي شعب متقدم أو أي شعب مرتاح بالعالم. بغداد أصبحت أسوأ مدينة للعيش، التربية بالعراق خرجت من مقاييس الأمم المتحدة بحيث العراق التربية بمداخل التقييم العالمي، علما أنه جامعة بغداد كان رقمها 7 عالميا، تنافس الجامعات العالمية، تنافس هارفارد والسوربون وتنافس الكثير من الجامعات. زراعة متوقفة بالعراق من 2003 إلى اليوم، الصناعة منتهية، ما عندنا أي شيء صناعي بالعراق، المياه ماكو مي بالعراق، وأكو كثير فيديوهات وشاشتنا ظهرتها، اللي يفتح البوري ويلقي بيه حشرات، واللي يفتح البوري ويشعله ويطي نار، واللي يفتح البوري ويطي مي خابط، واللي يفتح البوري والمي مالح، واللي يفتح البوري ويطي مي مج،
هواية أمور. ماكو شيء بالعراق صح حتى هذا الشعب يقعد ببيته. فمن طلع هذا الشعب ما طلع لفراغ، لكن الحكومة ليش دا تتصرف وياهم بهذه الطريقة؟ أول اتصال ويانا بالبرنامج أم محمد من النجف، حياك الله أم محمد. أحيانا وحييك يا بعد، روحي فدوى أروح لكم، هلا بيك أم المظاهرين. أحيانا هلا بيك، تفضلي. فدوى أروح لهم، فدوى أروح لهم، فدوى أروح لتراب ورجليهم، فدوى هو لو بخير هذا اللي يطلع ويقليهم يسوي لهم أذبحكم، خلي طلع وجهه، خلي طلع وجهه، والله كون أنا أتمنى أنا أحاتي وقل له طلع وجهه لو بخير السائل. نعم. شلون صحتك عيني؟ شلون راحتك؟ نعم. اي والله، اي والله كون هيك يعني هيك كوني انا بالي والله العظيم لو عندي حيل وقوه واجي واقول له تعال لو بخير طلع وجهك، طلع وجهك تروح تفد ولا ترابهم ذول المظاهرين. ان شاء الله نصر لنا وشهوة محمد علاب وكان يطلع ما يطلع يشوف يتفقد المتظاهرين يتفقدهم ويشوفهم مش فيهم ما فيهم هي بس الكرسي اخذوه على هو. زين ام محمد، سؤال يعني اذا الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق من 2003 لليوم تقول انه احنا حكومه نكفل حق الدستور ونكفل الحفاظ على الدستور وصدع عروسنا بالدستور، وضمن الدستور من حق الشعب العراقي ان يتظاهر، ليش يقتل المتظاهر؟ من حقه ايه. زين ليش يقتل؟ من حقه يتظاهر، انا وغيري اتظاهر واضبش عيونهم خليه يعطونا حقنا. احنا شو نريد؟ احنا كل شيء ما نريد احنا، بس نريدهم يطلعون يولون يسقطون ويطلعون يولون. شو هالذيول هذا؟ شو هالذيول؟ هاي ذيول ايران، هاي الاحبابين ايران يطلبون سارنا ذولا من قدام يطلبون بيها سار، انحلبوهم الحشاك يا ابو جابوا. نعم نعم، شكرا 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 لك ام محمد. مشاهدينا الكرام، يعني اكو كثير من التصريحات اللي تخرج من البرلمانيين تخرج من السياسيين كانت مستفزة إلى الشعب العراقي، من ضمنها تصريحات مقتدى الصدر الأخيرة يقول أنه احنا احتاجينا إلى جر إذن المتظاهرين، وما سوت القبعات الزرق هي عملية جرت إذن. زين جرت إذن لمن؟ أنا أرد أسأل سؤال إلى مقتدى الصدر وإلى الشعب العراقي. مقتدى الصدر من يقول أنا دا جر إذن المتظاهرين والشعب، ليش ما فكر مقتدى الصدر يجر إذن الحكومات أو يجر إذن الوزراء والفساد اللي صار داخل الوزارات اللي بيها وزراء من كتلته هو نفسه؟ ليش ما بين للشعب العراقي إنه هو خايف عليهم؟ ليش هذا دا يسوي ويا الشعب ما سوى ويا الناس اللي هم أتباعه اللي كانوا في الحكومات المحلية في المحافظات أو كانوا في الحكومة المركزية داخل الوزارات أو كانوا بالبرلمان؟ كثير من الصفقات مررت جوا أنظار التيار الصدري. فإذا ليش جرت الإذن على الشعب موجودة وعلى الفساد بالحكومة ما موجود؟ أحمد من الدنمارك، حياك الله. السلام عليكم أخي أسد. هلا بيك. أحييك وحيي المشاهدين جميعا. حياك وبياك أخوي العزيز. بارك الله بك أخي. أريد من خلال التلفزيون مالكم، محطة مالكم، أن أناشد إخواني العراقيين بالدنمارك. نعم. وأحب أقول لهم أنه باكر راح تصير مليونية بساحات العز والكرامة، ساحات التحرير وبالجنوب ومناطق الجنوب، وإحنا راح نسوي أيضا مظاهرة بس ما راح تكون مليونية. أنا أعرف هالشيء هذا، وأعرف أنه راح يكون الجو شوية بارد، راح توصل إلى 4 درجات مئوية، لكن نريد نثبت وجود، نريد نثبت وطنيتنا. شلون إحنا بس بالحكي؟ نعم. لذلك أرجو من جميع العراقيين الموجودين بالدنمارك، رجال، نساء، أطفال، شيوخ، العملية سمحت لنا الحكومة ساعة واحدة، يعني من ساعة 2 الظهر إلى ساعة 3 الظهر، من 14 إلى 15. نعم. ساعة البلدية في مركز مدينة كوبنهاغن بالعاصمة، اللي هو رجاء لازم الكل يحضر.
الكل المفروض يحضر، وحتى نثبت انه احنا لا زال عندنا هذا العرق الموجود اللي هي عراقيتنا. الناس هناك بالعراق يوجهون صدورهم نحو الدخانيات والرصاص والقنابل والموت، ويستشهد منهم كل يوم، يستشهد منهم ناس. فاحنا كل اللي علينا انه نكون نثبت حضور حتى نعرف العالم انه احنا موجودين. نعم. واحنا نساند هاي المظاهرات والثورات. نعم. اني واي اشكرك انه سمحت لي اتكلم. حبيب قلبي، حبيب قلبي، حياك الله وبياك، اشكرك اشكرك. عندنا ابو رياض من الناصريه، حياك الله ابو رياض. نعم اغاثي مليك الله يحفظكم الله ويحفظكم قناتكم الكريمه الموقره، قناه الرافدين، قناه الشعب، اللي قناه هي اللي نبضها وطني. نعم. وحبيت بس اشارك انه اقول انه على مود اللي ذول الاشخاص اللي يقولون احنا لازم فرض هيبه الدوله واشياء، هي منو الدوله اللي يحصون عنها؟ يعني دوله اللي الميليشيات الفرض على عضلاتها بالشارع يعني، او شنو يعني اللي القانون، منو اللي القانون بالعراق اللي مخلينا يحترم الانسان، حتى الانسان العراقي يحترم قانونهم، قانون ميليشياتهم؟ يعني هذا الشخص اللي يقول احنا يعني لازم المتظاهرين نجر اذانهم، ايش هم المتظاهرين يعني طالبين يعني شيء غير حقوقهم حتى هو يجر اذانهم؟ وشنو هو السواء يعني هم، هل هم اطفال يجر اذانهم او المفروض هو يعني يسمع المطالب؟ ليش يعني هذا التضليل هذا، وهل العنزهيه، وهل الحكم بيتهالي وتدمير مؤسسات الدوله من مستشفيات، من تعليم، من يعني كافه الخدمات؟ يعني اذا عندنا مستشفى يطلع يروح للمستشفى، يقولوا له والله هذا مات عوفه، هو بعده يتنفس، يقولوا له مات عوفه، وديه للرفاع، والرفاع يوديه النافيه، يبكي هذا الشخص يعني يموت بالطريق، يقول له هو خله هو يموت بالطريق. يعني ما عندهم ابسط مستويات الخدمات الطبيه، اللي التعليم يعني انتهى بالعراق، قاموا يعني شغلتهم بس ينتجوا فقط. نعم. يعني ولدهم ويعني ذويهم اللي هم يعني مثل ما يقول منسوبين عليهم، دول يعني شغلتهم يخدمونهم. اما بالنسبه لباقي العراقيين دول الفقراء، فباقيين مسحوقين بالشارع. فاشكر قناتكم الكريمه الوطنيه اللي تنبض بالحيويه وتنبض بالوطنيه صراحه، وما عدا تفريق بين يعني ابناء العراقيين. شكرا لك ابو رياض. قبل ما اخذ هذا الاتصال مشاهدينا الكرام، احب انوه ارقام البرنامج حاليا ظاهره اسفل الشاشه هذني، ايضا عندنا رقم مخصص الى برنامج الواتساب، اكو هوايه متصلين، اكو هوايه مشاهدين يتصلون على رقم البرنامج المخصص للواتساب، هذا الرقم اللي اسفل الشاشه واللي تشوفوه جوا هسه. اعتذر حتى لا حد يزعل من عندنا، اعتذر 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 شديد الاعتذار من كافه المشاهدين اللي دا يتصلون على هذا الرقم، هذا الرقم اللي ظاهر اسفل الشاشه فقط للرسائل. اي شخص يحب يتصل بالبرنامج، الارقام الاخرى هي الارقام المخصصه للاتصال، اما هذا الرقم فقط للرسائل، ما اقدر استقبل باي اتصال، واللي ما يقدر يتصل على ذنيك الارقام اتمنى يكتب لنا رساله مطبوعه بمكانه او اسمه ومكانه حتى نقدر نقراها للساده المشاهدين قبل ختام البرنامج. علاء من بغداد، حياك الله يا علاء. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخوي. استاذ اسد، في بدايه مقدماتك للحلقه انه تعتب على هذه الطبقه السياسيه كيف انه ما خدمه البلد وخفقت بسياسته مع البلد، ولا كانما اتغاضيت انه هاي الطبقه السياسيه جدي بالقطار الامريكي اللي جابوهم ناس مرتزقه من الدول، لموهم وجابوهم، كلهم كانوا عايشين على المعونات، على المعونات، وجابوهم لتدمير وحده العراق. نعم اخ علاء، انا بدايه انا ما اعتب عليهم، انا دا احكي الواقع المفروض يصير، يعني واجبهم ما يصير. انت استاذ اسمح لي. نعم. هذول ينعتب اذا كان عراقي وطني عايش بالعراق واخذ موقع، اخذ من استقلاليه الشعب، اما انه يجي في ظل الاحتلال الامريكي وياخذ انه هذا
ياخذ هاي السلطه هو عميل مرتزق جاي من امريكا وجاي من بريطانيا وجاي من هاي الدول اللي هاي الديون كلهم دول اللي كانوا يقاتلون العراق يقاتلون العراقيين هم مع الدول المعتديه على البلد ويجي يحكم العراق انه ايش ترجع منه؟ ترجع منه الخير؟ كلا. انا اقول نعم يا شعبي الكريم انه يمضون بثورتهم هاي العظيمه، هاي العظيمه هزتهم، هاي الثوره هزتهم وسيطيحون مستقبلا وكلهم هم يعرفون جيدا انه سيسحلون ويحالون الى المحاكم وكل من ارتكب جريمه يحال ياخذ جزاء العادل. اما انه عندي رساله لقواتنا الامنيه، قواتنا الامنيه انت تحمون ارض العراق وحده العراق سماء العراق العراقيين، اذا جاكم امر من هؤلاء السفله المرتزقه لا تنفذ، انت بالاخير عراقي وبالنتيجه انت من راح يحميك؟ هذا السافل اللي اجى من الخارج راح يحميك؟ هذا راح يشرد ويعوفك، انت مطارد واهلك وعشيرتك راح تطاردون، من يفيدكم؟ من يفيدكم انتوا؟ هذا الدفتر مال العسكري، انا رجل خدمت في الجيش العراقي بالقوات الخاصه 25 سنه، خدمت العراق، دافعت عن العراق، انا ما دافع على هاي المرتزقه اللي كانوا السفله عايشين بالدول الخارج. هذا يا انا استغرب على بلدي يستخدم الطلق الحلق ضد هاي الشهداء الحلوه اللي ذهبوا بالجيش شهيد 45 الف جريح معوقين 20 الف. انا بحكي لك انا رجل متظاهر ثوري، انا من تعطيك ارقام، انا من 25 شباط 2011 انا بالمظاهرات الى ان يومنا هذا، وعندي صور ووثائق تثبت بهذا الموضوع. نعم صادق. انا اعتب على اخواتنا الامنيه على 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 اولاد شعبه يضرب شعبه من وراء ناس مرتزقه، ذولا ذولا ما يحموك ما يحموك، باكر امك تطارد، ابوك تطارد، اختك تطارد، اخوك تطارد، من يفيدك؟ كلكم معروفين اللي قتلتوا اللي هذول سقطوا الشهداء كلكم معروفين. فانا يعني ما يعني تنمر بسكين عجاب ما لماذا هكذا تستخدمون هذا الاسلوب؟ يا جيشنا يا اخوتنا القوات الامنيه عليكم ان لا 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 تستخدموا هذا الاسلوب مع متظاهرينكم وشعبكم وبالنتيجه ولد عمكم واخوانكم واهلكم وناسكم. اما هذول ترى هذول لا عندهم اهل ولا عندهم موطن ولا عندهم وشو ما عندهم. نعم انا اعرفهم كلهم انا اعرفهم اشتغل هم ترى شوف حاطين العراق محطه للتجاره لا اكثر ولا اقل، يجي ياخذ اموال يعبر برا، يجي ياخذ اموال يعبر برا. هسه ليش انت تسمي ميزانيته ما ياد علاوي بايك 64 مليار؟ هذا محمد علاوي اللي ابن عمه اياد علاوي، هذا بايك 22 مليار دولار. طيب محكوم سبع سنوات. طيب اخ علاء انا هذا اجى يحميهم. استاذ تسمح لي استاذ اسيد، مو انا اتمنى انه انت تسمح لي وتعذرني بس عندي كثير من الاتصالات دا تنتظر حتى تدخل بالبرنامج وتشارك. نعم شكرا لك اخ علاء. يوسف من الاردن حياك الله. يوسف انقطع الاتصال ويا الاخ يوسف من الاردن، اتمنى يرجع لنا ويدخل لنا مره ثانيه حتى نسمع رايه. ام ازهار من عاصمه الرشيد بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. أما بالنسبة إلى هاي الإصابات اللي إجت من 2003 إلى هذا اليوم وبنى الدستور على الباطل فهي باطلة. منو سوى الدستور غير برايمر والمعممين؟ ها بنوع الباطل فهي باطلة. نعم. يعني من 2003 إلى هسه حكمهم باطل في باطل في باطل. وأما مقتدى صدر من يقول انجر إذن خي جر إذن أول مرة وهذا يعرف يحكي حكي ما يعرف يحكي. يا با أنت أنا دي أقول له يا مقتدى إذا أنت رجل دين أنت
ثبت دينك احسن، افتهم دينك اول مره يلا تجي للسياسه. جابك جاب الدين على السياسه، اما الدين ما صار للسياسه. انتم كلكم يا معممين، كلكم لمعممين من الحكيم الى 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 السيستاني الى كل المعممين اللي اجوا من ايران. انتم اساسكم حتى دينكم ما تعرفون شنو هو، دينكم ما تعرفوا شنو. بعد السياسه تبدون تفهموها، فكافي كافيكم مغالطه ويا نفسكم، وكافيكم كافيكم تغلطوا الناس كلها تضحك عليكم. ترى تقول شو ما تفهمون، من 2003 جيتوا حراميه تبقون تقتلون تنبون وتسلبون وتقتلون، وامر من امريكا واسرائيل انه لازم تاذون هذا البلد. وعندكم حق الدفين من حرب العراقيه الايرانيه. وشو نقول؟ نقول الله يرحمك يا صدام، اللي ما كنت تخلي لا ايراني ولا كردي ولا اي بشر يعتدي على ارض، قطعه ارض من هذا العراق العظيم. وان شاء الله شكرا. يرجع عظيم بوجوه ذول المتظاهرين. شكرا. ان شاء الله. شكرا شكرا لك ام ازهار. يوسف من الاردن رجع لنا، حياك الله يوسف. يوسف من الأردن تسمعني؟ انقطع الاتصال مرة ثانية ويا يوسف. مخلد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يسلم أخوي. هلا بيك أخوي. مخلد مخلد بس ثواني، تسمعني زين؟ نعم معك. إذا تقدر تغير لي مكانك لأن الصوت مو واضح، حتى يكون الصوت واضح للسادة المشاهدين. نحن من ثوار تحت التحرير. نعم. نحب نوجه رسالة لكم في القناة الكريمة. حياك الله. الإعلام. نعم. ورسالتنا إلى مقتدى الصدر. نعم. نقول له السيد مقتدى، باشر عوف لا تكتمنا، احنا جايين نريد وطن. باشر احنا من راح نجيل الخضراء، نريد وطن. نعم. ما طالعين على مود نخرج المحتل وما ادري شنو، هاي الشغلات تطلعها بالاخير مال انا ضد المحتل وما ادري شنو. غير ضد ايران بالقران، اذا مقتدى صار ضد ايران احنا وياه بالقران. نعم. بس هو ما جاء المحتل. خلي بطل هاي الفايته مثل جماعتنا بامر منين؟ من ايران. زين ليش هو ايران مو محتل؟ نعم. هي ايران يعني مو محتل بالنسبه الى العراق حاليا؟ قاعده تصول وتجول وتقتل بولده وتدخل سلاح بكيفها. هاي الرساله الى السيد مقتدى. نعم. هاي الرساله. نعم. هو لا خليه يروح يجر إذان إيران، مو هو يجر إذاننا، خليه يروح يجر إذان إيران. يقدر يجر إذان إيران؟ يقدر. نعم. لأن هو واحد فاشل. نعم. مسوي نفسه رجل دين، بعدين يجي يدخل بالسياسة، ها؟ ما يعرف يحكي. وما أدري شنو، ويجي يسوي نفسه أبوه. أنا إذا هذا أبويا أنا أتبرع، إذا طفت هذا أبويا أنا أتبرع. نعم. وإن شاء الله باكر تنجح مظاهراتنا، وإن شاء الله باكر نرد الوطن لأهل الوطن، لأن هم ما عندهم وطن. نعم. مشكورين ورحمة الله. شكرا لك أخ مخلد. مشاهدينا الكرام، اليوم متظاهري ثورة تشرين يعني استمروا بمظاهراتهم، استمروا باعتصاماتهم تأييدا للثورة ومطالبها المشروعة، على الرغم من كل العنف الحكومي اللي استمر إلى هاي اللحظة ضد المتظاهرين. بغداد أصيب هواية من المتظاهرين نتيجة رصاص قوات حكومية بساحة الخلاني، وتمكنوا مثل ما قلنا المتظاهرين مثل ما شفنا
بالفيديو اللي خرج بعد شارة البداية من السيطرة على ساحة الخلاني بعد إسقاط حواجز الكونكريتية اللي خلتها القوات الحكومية. أما متظاهري البصرة وذي قار والقادسية والمثنى وواسط استمروا بتظاهراتهم دعما لتأييد ثورة تشرين ومطالبهم، مؤكدين عليها ومؤكدين رفضهم حكومة محمد توفيق علاوي اللي أصبحت تواجه معارضة كبيرة من الشعب وأيضا معارضة متزايدة من شركاء العملية السياسية إلى اللي أبدوا لليوم عدم اتفاق على هاي الحكومة. كل هذا الأمر في ظل دعوات إلى مليونية تخرج باكر، مليونية تطلع باكر من بغداد باتجاه ومن كافة المحافظات باتجاه ساحة المنطقة الخضراء. فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. فيديوهات كثيرة تخرج من ساحات التظاهر، من ساحات التحرير، من سوح الثورة، سوح الشعب الثائر. الشعب اليوم منتفض على كل شيء، ما منتفض هو من أجل حكومة عادل عبد المهدي حتى يجيبونه محمد توفيق علاوي. استمر الشعب وأثبت كلمته وقال لك أني ما أريد تجيب لي محمد بدال عادل، أو تجيب لي حيدر بدال نوري، أو تجيب لي أياد بدال إبراهيم. أنا اللي أريده هاي الحكومة وهاي الأحزاب وهاي الكتل وكل من إجا للحكومة من 2003 لليوم وبكل الوجوه اللي دخلت بالبرلمان أو بالعملية السياسية تنشال، ويجي ابن البلد اللي ما عنده جنسية ثانية يحكم هالبلد لأجل هالبلد هذا. أبو عبد الله من لندن ويانا، حياك الله أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أفل، بخصوص جرة الأذن مع المقتدى الصدر اللي صرح فيها للمتظاهرين، طبعا نحن رأينا من يوم الغزو الأمريكي للعراق صورة وصوت الأحداث السياسية وما جرت في العراق. يوم مقتدى الصدر لعب الذيلة، يعني تقرب من الأمريكان 2006، أمريكان أجبروا أن يبيع سلاحه كلاشنكوف 200 دولار وار بي جي 7 $600، خلوه اذا كان امريكان جره وابنه جره زين خلوه يتادب. ويوم قتلوا قاسم سليماني، تذكر قبل اشهر يوم قتل الامريكان قاسم سليماني، الميليشيات مع المقتدى وميليشيات مع قيس الخزعلي قالوا ايام الامريكان اصبحت معدوده، ايش قدروا يسووا؟ خلي اذا مثل ما يقول اسد علينا وفي الحروب نعامه، اذا كن عندهم قوه ورجوله خلي تفضلها، قواعد الامريكيه موجود في العراق. أخي نحن كمسلمين أخي أفضل، الله عز وجل كإسلام عقيدة إسلامية أمرنا إن تنصروا الله ينصركم. الشعب العراقي يجب أن يعرف إحنا كمسلمين الله عز وجل يقول يأمرنا وتعاونوا على هذا نص قرآني يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويأمرنا ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالشعب العراقي سواء كردا تركمانا وعربا يجب أن نتوحد ويجب أن نوحد الكلمة ويجب أن نطلب العون من الله، لأن الله حي لا يموت، أما القبور غير القبور لا ينفعون ولا يضرون. فأنا تعقيبي على الأخت مزهر الله يحفظها، يقول صدام لو كان موجود ما كان يرايني يعملوا فينا والأكراد. الشعب الكردي المساكين أيضا انظلموا، يعني أنا أتذكر صار فيهم أنفال الإيرانيين ضربوهم وقتلوا، يعني الآن أيضا في كثير من اللاجئين إخواننا من الفلوجة والرمادي في أطراف كركوك وفي السليمانية في أربيل يعيشون أحسن عيش، يعني لو الآن لو كانوا عايشين في عند الميليشيات لا قتلوهم. فنحن أيضا الله عز وجل يأمرنا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نعتصم بحبل الله جميعا. فإن شاء الله أنا أتوقع إذا المتظاهرين سيصلون إلى بر الأمان والشعب العراقي إن شاء الله يأخذ حقه قريبا بإذن الله. نعم شكرا لك أبو عبد الله. أم فاطمة من كربلاء حياك الله. السلام
عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. صح الاحوال؟ بنعمه، تفضلي اختي. استاذ افل، هذا اللي يأشر بايده ويسوي فر ايده ويقول اذبحكم، نعم، هذا ليش ما يذر اذا انا مقتدر الاشياء الميليشيات مو مالته وهو اللي جابها، مو هاي الاصابه اللي هو جابها، ليش يأشر على جماعته ويقول اذبحكم؟ حساك انت هل ابن الكلب اللي ما ادري منين الله جابه معينه، هسه الثريه، هل عجل، هل ميليشيات اللي خادم هو جوا ايدهم يسوي قصاصات ويسوي جره اذن، ما يجر اذن الايرانيين اللي خلوه جوا ايدهم مدمغه ويكفخون بيه، ما يستحي يروح في دولنا اللي فيها ولدنا، وان شاء الله باذن الله من تصريح باكر ان شاء الله وتطلع هالزمره الخايسه كلها من العراق. شل قلع مو قالها هو وياهم، هالفاسق هالميستح وين وين السياسة؟ هو على أساس رجل دين ما يروح ويولي وياخذ جمرته ليش؟ الله يأمن باكر شو حيسوون بولدنا وشو محضرينهم، لكن الله وياهم وأبو الحسن علي والله يستخدم من عندهم من خامنئي، هذا لحساك الديون، الديون مال خامنئي وربعه وربع إيران هالفتدة الثرثرية الصاغطين، حساك أنت أريد أحشي أكثر بس الثاني ما يسمح له، استحي وانا اعتذر على الاطاله ومشكور استاذ. شكرا لك ام فاطمه من محافظه النجف. ابو فاطمه حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخوي. تحيه لك ولكافه الاخوه في هذه القناه العظيمه، حقيقه ليس تزلفا ولا نفاقا، وان شاء الله نزيد من التقدم. نعم أخي أفل، أولا أريد أن أنقل خبرا يعني وصلنا من مصادر موثوقة من 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 بغداد، أن الصدريين سيدفعون بشخص من عندهم ليكون مسؤولا عن سجن الحوت، وعندهم أوامر من إيران. أنا أريد أنقل هذا الكلام حتى تسمعني المنظمات الحقوقية إذا كانوا في العراق أو خارج العراق، عندهم أوامر من إيران سيتم تصفية كثير من الأبرياء في سجن الحوت. نعم. الشيء الثاني بالنسبة لي، أريد أطلب طلبا من قناة الرافدين الموقرة، تفضل، أن تخرج لنا تقارير عن تاريخ هؤلاء، حقيقة عن تاريخ آل الصدر، ماذا فعلوا آل الصدر للعراق في 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 تاريخه الحديث؟ هل شاركوا في الدفاع؟ هل عندهم ضباط شاركوا في الدفاع عن العراق في حرب الثمان سنوات؟ هل كان عندهم مشاركات في الدفاع عن فلسطين في حرب اكتوبر 73؟ هل عندهم ضباط؟ هل عندهم اطباء مهندسين؟ خل نريد نتكلم عن هؤلاء، كذلك نتكلم عن آل الحكيم، كل هؤلاء ماذا قدموا للعراق؟ يعني ما اريد في الشيء قدموه للعراق حتى نقول والله هذه العائله لها تاريخ مشرف للعراق. يعني نعرفهم نصهم تبعيه لايران، قاموا في بعد ان دخل الامريكان وايران ماذا فعلوا في العراق من حرق بغداد وغير بغداد والقتل على الهويه ولحد الان. يعني هذا الشخص حرام نقول رجل دين، اي رجل دين، يعني الدين لابد ان يكون يعني يتمثل في اخلاقه، في كلامه، في نزاهته، في 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 رحمته للناس. طبعا يعني ابو فاطمه سينقل هذا الطلب الى اداره قناه الرافدين، لكن اكو تقارير كثيره بينت حقيقه هؤلاء. انت ذكرت انه مثلا هل شاركوا في حرب الثمانينيات في الدفاع عن العراق بان الحرب العراقيه الايرانيه، لكن التقارير اللي بثتها قناه الرافدين والفيديوهات اللي موجوده على يوتيوب او على شبكه الانترنت تثبت انه مثلا آل الحكيم من عمار الحكيم الى ابو عبد العزيز الحكيم الى عمه محمد باقر الحكيم هم كانوا جنود في الجيش الايراني مع هادي العامري مع الكثير من هؤلاء بالضد من الجيش العراقي، وكانوا يضربون الشعب العراقي والجيش العراقي. فشنو مبين بعد اكثر من هذا؟ نعم 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 احسنت، وانا اقصد يعني بالدرجه الاساسيه عن آل الصدر. نعم. اللي ممكن ان تقدموا لنا تقريرا متى
أخي الكريم أنا يعني لا ليس عنصري ولا هذا، يعني ذكر المؤرخ علي الوردي في كتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، نعم، قال هؤلاء ليسوا عراقيين ولا عربا وليس لهم نسبا لآل هاشم أبدا في الجزء الثاني والثالث، فارجعوا له، نحن لا نتجنى على هؤلاء ونحن ليس عن نصير ليس فنن، يعني في قبل الاحتلال في الحرب تبين ان هنالك كثير من التبعيه الايرانيه كانوا يعملون عيونا ومخابرات لايران، وما زالوا هؤلاء اخي مدسوسين ومزروعين في العراق ليس ولاء للعراق وانما لتدبير هذا البلد. نعم وشكرا. نعم شكرا 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 لك ابو فاطمه. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. جزاك الله مساء الخير استاذ احمد. مساء الانوار حبيب قلبي، اهلا وسهلا. الله يحفظك، تحيه لك وتحيه للغنائم، تحيه لكادر الغنائم، تحيه للشعب العراقي الثايب، وتحيه للمشاهدين والمستصلين الاعزاء. بالنسبه لما يجري بالعراق من هذه ترى استاذ سوف تقتلع كل الخونه ولن يقف ولن يحبطها مثل الصدر او ابو الصدر، هذه ثوره شعب عارمه وسوف ايام الساحل قريب وإن شاء الله عن قريب سوف يصحى لهم الشعب العراقي الشريف. نحن نعرف الشعب العراقي لن يتراجع ونحن جيران العراق ونعرف المحافظات الثائرة كلها مثل بغداد والتجعب الناصري والمحافظات كل الجنوبية مع كل التقدير للمحافظات العراق العزيز. نعم نعم والنصر قريب للشعب العراقي إن شاء الله قريب إن شاء الله. تحية لك. حياك الله وبياك أبو فيصل. مشاهدينا الكرام، اللجنة المنظمة للتظاهرات في ثورة تشرين بين يعني قدمت بيان عن القمع اللي تمارسه الحكومة وتمارسه أو ما يمارسه مثل ما بيان البيان الفاسدين القابعين في جحور المنطقة الخضراء منذ انطلاق تظاهرات الأول من تشرين، وأنه منذ أن سمت الفاسد المدان محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء والتصريحات الطائفية المقيتة وتهديد المتظاهرين بالقتل والتصفية والخطف من قبل أحد أهم أركان العملية السياسية، رجع الهجوم على المتظاهرين وكثرت حالات الخطف والتغييب. وأشارت اللجنة إلى أن الأسبوع الماضي استشهد به 9 من شباب الانتفاضة وجرح بأكثر من 132 شاب، حالات بعضهم خطرة جدا، وأن اللجنة حذرت من سمتهم جلاوزة نظام المحاصصة الطائفية مما غبة التمادي في استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع المحرمة وأسلحة الصيد ضد المتظاهرين السلميين، وحملت حكومة عادل عبد المهدي كامل المسؤولية فيما يخص هاي الانتهاكات. عندنا اتصال أحمد من الموصل، حياك الله يا أحمد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة للتظاهرات يعني هاي احنا من 2003 واللي حد الآن هاي كم سنة ايش قدموا؟ نعم. يعني عن بس عن نمط الشهداء ودماء يعني راحت هاي من 2000، وبالنسبة لحقوق الإنسان هاي أدمال لها ما تحرك ساكن. وهي الحقوق الإنسان والسيف والهاي ماكو تحرك عليها، يعني احنا بس عم ننطي يعني بشبابنا، يعني هسه على طلع الإحصائية اللي راحوا بها هاي صار ناجد. يعني عن الحكومة خلي يطلعون يستقيلون شربين بهالكراسي، ما يريد ما احنا ما نريدهم، اريد حكومة مستقلة ما يصوتون حتين عليهم، او عاد تنباع الكراسي مثل هسه احنا بالمصر، يعني هاي خلال سنة 4 محافظين بدلوا، وايضا مدير الصحة التربية، يعني الفساد لحد الان قامت مليارات على تنصرف ووينها كل شيء ماكو، لا جسور لا مستشفيات لا شوارع مثل العالم، يعني احنا بلد النفط. نعم. يعني خليه يطلعون يعني منها، خليه يعوفوها ينطون المجال لغيرهم. نعم. كل من يجيب قرايبه ويجيب هاي كلها صارت واسطات، وهي حتى التعيينات ايضا كلها فساد، بس يعني ماكو دائره بالعراق اذا ما بيها فساد. نعم شكرا لك أخ أحمد. بالنسبة إلى برنامج الواتساب ورسائل الواتساب، عندي بعد التحية لكم، أنا أدعو محكمة الجنايات الدولية أن تعتبر جرائم حكومة عادل عبد المهدي أو مثل ما قال عادل زوية وأتباعه الخزعلي وهادي العامري والصدر والحكيم جرائم حرب ضد الإنسانية، ويتم محاكمتهم أمام الشعب ليتم الخلاص منهم. أبو علي من بغداد.
تحية حب واحترام لقناة المفضلة رافدين الوطنية الصادقة. نورت أستاذ أفل غالي. أما بعد أطالب أخوتي الثوار بالمطالبة بالمتظاهرين المخطوفين والمعتقلين لأنهم الآن يعانون الأمرين من تعذيب جسدي ونفسي. لا تنسوهم والله قلبي يتقطع عليهم. تحياتي أنا أخوتكم مهنا شريش أم حسن من ذي قار قضاء الفهود عفوا. السلام عليكم، أنا أخوتكم من بغداد. أقول لكم يا أخوان المتظاهرين يدخلوا الخضراء من جميع أبوابها كما دخل المسلمين مكة من جميع أبوابها، والله ناصر المظلومين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أبو حاتم من الموصل، بعد التحية للجميع أستاذ أدعو كل العراقيين بدون استثناء أن يقفوا ضد الاحتلال والعملية الخبيثة في الخضراء، إدارة الشر والسوء والعار، وأحذر العراقيين من يوم الحسرة والندم. وأقول للعراقيين رفعوا رؤوسكم أمام شعبكم عراقكم الجريح ودعموا ثورتكم والثوار حتى النصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخي أفل. الدعوة لتشكيل فصائل من الثوار هو الهدف والغاية في تحقيق أهداف ثورة تشرين، الحق والقيم والعدل والمبادئ. هذا التشكيل سينتصر العراق به على الأحزاب والميليشيات التي تقمع الثوار ببنادق الصيد والصشم وغيرها. الحكومة التي تأتي لن يكون بها خير تقدمه. نريد وطنيين هم من يقودون زمام المبادرة لقيادة دفة السفينة إلى بر الأمان. الثورة ستنتصر. السلام عليكم. أبو حيدر من النجف. ثبت بالدليل القاطع اللي كانوا يطعنون بالمتظاهرين هم التيار الصدري والعصائب، وأكبر دليل على كلامي الطعن اللي صار بالمتظاهرين من قبل قبعة الزرق. أما مقتدى الصدر يقول جرت إذن روح نظف التيار الصدري من الفاسدين قبل ما تحكي على المتظاهرين وشكرا. تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق. نورت أستاذ. مقتدى العميل الخائن ذيل إيراني يريد أن ينهي ثورتنا الشبابية، لكن الله وثورتنا لكن والله ثورتنا ستنتصر غصبا عليه وعلى خامنئي وعلى كل ذيل عميل خائن. عاش العراق وعاش الشعب. يسقط العملاء. الموت لإيران الموت لأمريكا. عاش الشعب حرا أبيا. تحياتي أخوكم الثائر رزاق شنيع مزيد من ذي قار قضاء الفهود. حياك الله أخوي الغالي. السلام عليكم. نستنكر هاي الكابينة الحكومية على رأسها توفيق محمد توفيق علاوي، وفي رأيي الخاص نلغي السياسيين ونخلي السيد مقتدى هو اللي يحكم، لأنه على رأي الحكومة التعجبة هو اللي خليها. السلام عليكم. أني زهراء من العمارة. أحييكم يا أحلى قناة. بعد عجز اللسان ماكو داعي نحكي. بعد عرفنا الحكومة شنو هي ومقتدى الصدر شنو، بس نقول ربي يحفظ المتظاهرين وينصرهم الفرس وينصرهم على الفرس المجوس الأحزاب والحكومة. تحياتي لكم أحبكم يا قناة صوت الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو تاريخ آل الصدر في تاريخ العراق الحديث؟ هل شاركوا في حروب أكتوبر 73؟ هل دافعوا عن العراق ضد إيران؟ هل هناك ضباط أو أطباء ومهندسين منهم؟ كل تاريخهم عمالة لإيران. مرحبا متابعينكم من الأردن سليمان الشمري. الله يحفظ العراق وأهل العراق وينصر الثورة والثوار ويضرب الظالم بالظالم ويطلعنا من بينهم سالمين. تحياتي لكم يا أجمل قناة أحبكم. تحياتي لحضرتك وقناة الرافدين صوت الحق. للمرة الألف نبهت الحد لحد يتصل على واتساب، بس المتصلين على واتساب ما يردون يشوشون على البرنامج. تحياتي أنا أخوتكم نادية. حياك الله أختي. مساء الخير عزيزي أفل. إلى متى تبقى سلمية وهم يقتلون بهم بالدخانيات والقنص والصشم؟ لازم يضعون حد لهاي الحكومة المجرمة وميليشياتها الصفوية. روح للخضراء وأجرهم من أذانهم وأسحلهم وأعدمهم بساحة التحرير، وأضع حد للهيمنة الإيرانية وكف إيديهم الخبيثة عن خيرات بلدنا. الله ينصر إخوتنا المتظاهرين. تسقط إيران وتسقط العمائم ويعيش العراق. تحياتي لك ولبرنامجك الراقي وأحيي قناتكم الحرة الوطنية اللي ساندت كل أطياف الشعب العراقي وساندت الثوار بكل مكان من ثورة 2011 حتى ثورة تشرين. تحية للأحرار. صديقتكم وهم من اللطيفية. حياك الله أختي. السلام عليكم أخي وياك أم جعفر من النجف. حيا الله الثوار وحيا الله أخوتنا اللي بساحة الاعتصامات، وأدعو من الله أن ينصرهم ويوحد كلمتهم على عناد المضغوطين، ويا رب يكون هالشي بحل الجميع الوطن وشكرا. ما هو عمل نواب الموصل هاي 3 سنوات؟ جسر واحد بس رجع مليارات الدولارات تصرف وماكو أي مشروع. رسالة أخرى. صح لسانك يا أم فاطمة من كربلاء. اللهم احفظ شعب العراق وأرضه. مساء الخير أستاذ. شلون الصحة زين إن شاء الله؟ هذول هالشلة حرامية يجوي بالقوة، فلازم يطلعون بالقوة. تحياتنا إلك والكادر البرنامج. إن شاء الله منصورين منصور الحق على الباطل. أنا أبو يوسف من بغداد. حياك الله.
لا تؤشر أيها الأرعن على الثوار الأحرار بالذبح، فهم أولاد الماجدات لا يذبحهم أحد، تبا ليدك التي ترسل إشارتك بالقتل، فتلك والله والنصر للعراقيين. رسالة أخرى، رئيس البرلمان ونواب المحافظات الغربية طالبون بحصتهم من الوزارات، كان الأجدر بهم أن يحلوا البرلمان لكون المحافظات الغربية لا يستطيعون التظاهر لكي لا يعتبروهم دواعش حسب قولهم. أبو فارس من الرمادي، وتحياتي إلى قناة الرافدين البطلة. السلام عليكم أخ أفل، والله عظيم الحكومة ولا يهمهم المتظاهرين ولا مطالب الشعب، مغمضين عيونهم وسادين أذانهم عن كل شيء، ما يهمهم هاي الشباب اللي صار 5 أشهر بالساحات. بس أوجه كلمة للحكومة، لو بيكم بعد غيرة عراقية لبوا مطالب المتظاهرين أخوتكم أم وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي العراقيين أنتم إن شاء الله منصورين، أني من الأحواز الحبيبة، حياك الله أخوي الغالي. رسالة أخرى، السلام عليكم، تحياتي لقناة الرافدين المجاهدة، عندي موضوع اليوم صار أنه محافظ بابل اليوم سوى موقع داخل منطقة سكنية للحجر الصحي داخل منطقة سكنية بقضاء المحاويل، وإحنا من خلال قناتكم أنا أشدهم، والله هسه إحنا عفنا بيتنا بسبب هذا القرار مع المحافظ بابل. أخوكم أبو وطن من محافظة بابل. رسالة أخرى، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، قناة رائعة، اللهم انصر إخواننا الثوار يا رب. بان من بغداد، حياك الله أختي. رسالة أيضا، السلام عليكم يا قناة الحق، القناة المطالبة بالحق، بس أحب أوصل رسالة المقتدى، أقول له لو كل شيء تسوي ما راح نخليك تحكم لو على موتنا. سمعت مني أني إنسانة عراقية ومتظاهرة من 25/10 ولحد الآن من واسط الكود تحديدا، وتحياتي لكل المتظاهرين، وأحب أقولهم من تصرين إن شاء الله، أخوتكم نور، حياك الله أختنا. السلام عليكم، أخوكم من الناصرية حسين قضاء الشطرة، والله تعبنا من هذا الضيم يوميا، جاي ننقتل شبابنا، خلصوا، الله ينتقم من كل ظالم، وإن شاء الله ننتصر على حكومة القناصة والميليشيات. تحياتي لكم. آخر رسالة أقرأها بالبرنامج، شكرا على قناتكم على برنامجها الرائع، شكرا على برامجكم اللي احنا نعتبرها افضل برامج في القنوات العراقية، شكرا الى كادر قناة الرافدين. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى، نتمنى حلقة اليوم ان تكون قد نالت اعجابكم، نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر ان شاء الله، في امان الله.